أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد الطارئ المهم الخطير جدا جدا لتوثيق هذه المصيبة الجديدة التي ابتلينا بها من الغرب. مرض أو فيروس جدري القرود ينتشر في الغرب. نعم، هذه هي الأخبار التي تأتينا من الغرب. سابقا فيروس كورونا من الصين، والآن فيروس جدري القرود. طبعا كان في المرض الجدري وقيل أنه قضي عليه في الثمانينيات بعد اللقاحات وهذه الأمور، لكن ما زال هناك هذه الفئة وهي جدري القرود. كانوا يقولون تنتقل عبر القرود إلى الإنسان، وهي محدودة فقط في الدول الاستوائية أو دول إفريقيا. الآن الفيروس ينتشر في دول أوروبا ولكن دون أن ينتقل من إفريقيا. يعني بعض الحالات التي اكتشفوها في بريطانيا لم تسافر إلى إفريقيا، ويقولون أيضا أن هذا الفيروس انتقل بين الشواذ جنسيا. نعم، هذا ليس كلامي، وسترون الآن الأخبار. قبل أن أتحدث عن الأخبار وأي شيء آخر، أقول لكم هذا توثيق لهذا المرض عشان ما نقع في نفس فخ العلمانيين اللي هيصدعونا: أين أنتم يا مسلمين؟ وين اللقاح؟ اعملوا لنا لقاح. العالم مشغول في المختبرات لاختراع لقاحات لجدر القرود، والمسلمون يتكلمون عن الأحاديث النبوية والطهارة والكذا. هتشوفوا نفس الكلام ونفس القصة ونفس الأسطوانة، لكن هذه المرة يجب أن نتنبه وأن نفضح هؤلاء. من أين جاء هذا الشيء؟ جاء من عند هؤلاء من الغرب. السبب في ذلك الشذوذ الجنسي وأمور أخرى. طبعا أعراض هذا المرض طفح في الجلد وأمور يعني هتشوفوها الآن، طبعا أشكال مقززة. وحصل تحذير للشواذ جنسيا، يعني تخيلوا الآن الدول تحذرهم وتقول لهم خلي بالكم الموضوع بينتقل بينكم، أي حد عنده أي حاجة يعني حاسس إن في شيء غريب يشتكي إلينا. هذا طبيب في الولايات المتحدة الأمريكية يخبر الناس أن هذا الأمر بدأ ينتشر في بريطانيا، أيضا في البرتغال وفي أسبانيا. في بريطانيا وفي البرتغال وفي أسبانيا. هذا الكلام كله بتاريخ اليوم 18 مايو 2022. حساب بريطانيا بالعربي يقول: تفشي فيروس جدري القرود بين مثلي الجنس الشواذ يعني في بريطانيا، بعد اكتشاف 4 حالات جديدة كلها لأشخاص مثليين، والسلطات الصحية تحقق في أسباب ذلك. سبحان الله، سأشغل لكم الآن بعد قليل السبب. كذلك هنا خبر عاجل بريكينج أسبانيا، أو تقارير أسبانية تقول أن هناك حوالي 7 حالات مؤكدة من جدري القردة، وهناك 40 حالة يشتبه بها. كذلك هنا في البرتغال أبلغوا عن 9 حالات وهناك 14 حالة مشتبه بها. كذلك هنا الإحصائيات العالمية الآن، خلي بالكم الإحصائيات تقول، خلينا أكبر شوية. أول شيء البرتغال 14 حالة مؤكدة و6 حالات مشتبه بها، بريطانيا 9 حالات مؤكدة، أسبانيا 7 مؤكدة و40 غير مؤكدة، كندا 13 حالة، الولايات المتحدة الأمريكية تم اكتشاف حالة، وطبعا الأمور يعني قابلة للتصاعد. كما قلنا لكم
هذا الأمر يذكرنا بفيروس كورونا في بداياته. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تكون أزمة جديدة، لأنه هذا الشيء هينتشر حول العالم بعيدا عن الأسباب وبعيدا عن أنه طالع من هذه الدول. للأسف الشديد هذه الأشياء ستنتشر في كل أنحاء العالم. فأنا من هنا لا أتمنى أنه هذا الشيء ينتشر، لا أتمنى أبدا أن ينتشر خصوصا في بلادنا العربية والإسلامية. لكن للأسف الشديد هؤلاء أسباب للفيروسات بسبب الشذوذ وبسبب انتشار الفاحشة بينهم وبسبب أشياء كثيرة مقززة، ثم يأتون ويتهمون المسلمين، أين أنتم يا مسلمون؟ أين اللقاحات؟ لماذا لا تخترعوا ويجي لك العلماني ينظر عليك. الذي أخبرنا عن أسباب هذه الأشياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث ونعاود للتعليق على الأخبار التي ستعرض بعد قليل. اسمعوا عن هذا الكلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفيديو نشرناه عند بداية أحداث كورونا التي جاءت إلينا من الصين، نحن لم نكن أبدا السبب في ذلك. فهذا اليوم التاريخي، أنا أقول هذا يوم تاريخي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تخيب كل التوقعات بأن ينتشر هذا الشيء. هو حتى الآن ينتشر عبر الاتصال الجنسي، وأيضا يقال أنه عبر إفرازات الجلد وأمور أخرى. أنا لست متخصصا في هذا الأمر، لكن أنا أوثق كإعلامي، أوثق خروج هذا الفيروس الجديد وانتشاره في دول الغرب. إذن إخواني أخواتي، إذا لا قدر الله انتشر هذا الفيروس في أي مكان في العالم لاحقا، فهو المصدر الأساسي له هؤلاء القوم. ما هي الفئة الأكثر التي نشرت هذا الشيء؟ كما يقولون، لست أنا من يقول، حساب بريطانيا بالعربي هذا يترجم، هذا منتشر بين الشواذ جنسيا بشكل كبير وخصوصا في بريطانيا. ويقولون إن هؤلاء الذين أصيبوا بهذا الفيروس لم يسافروا إلى أفريقيا، عشان ما حدش يلصقها بإخواننا في أفريقيا ويقول لك الأفارقة وكذا. نعم، هو موجود في أفريقيا، ولكن الحالات الجديدة هذه التي تنتشر في الغرب لا علاقة لها بأفريقيا. الأمر الآخر، هذا الفيروس خطير جدا وقاتل، يعني يقال من بين حوالي كل 5 أو 6 حالات حالة وفاة، فهذا خطير جدا وأعراضه خطيرة جدا، إما أن يذهب هكذا بدون علاج ولا يوجد له. أهو هنا يقولون there are no monkey مش عارف بوكس drug or vaccines، لا يوجد أي أدوية أو لقاحات لهذا الفيروس. هذا غير الجدر التقليدي اللي قضي عليه افتراضيا. تعالوا نشوف الأخبار. هنا صحيفة مترو تقول أنه هناك أول حالة، وهذا حدث خطير جدا، توثيق أول حالة إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية، عشان ما حدش يفكر أن احنا بنهول الأمور. الصحف الغربية الآن يعني تترقب الحالة الأولى في كندا، الحالة الأولى في أمريكا، الحالة الأولى في كذا، وهم طبعا يعني يتوقع أن ينتشر في كل دول أوروبا للأسف الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي جميع المسلمين. هكذا يقول الخبر، أن هذا الموضوع انتشر الآن بين
في 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 بريطانيا وفي أمريكا وكذلك في كندا والبرتغال. أيضا الصحة العالمية تصدر تحذيرات خطيرة مع تأكيد حالات إصابة بفيروس جدري القردة، هذا الخبر بتاريخ أمس 17 مايو. هنا خبر آخر من صحيفة The Print، يعني هناك تحذيرات خاصة جدا. هنا شوفوا العنوان، يقول يطالبون الشواذ جنسيا أن يكونوا في حالة تأهب مع ارتفاع حالات العدوى بجدري القرود إلى 7 حالات في المملكة المتحدة. قولوا لهم يبطلوا خلاص، ريحونا بقى، قولوا لهم اتقوا الله، عودوا إلى الله وتوبوا إلى الله، أنتم سبب هذه الأمراض. يعني ابتلينا خلال سنوات الماضية سنين والناس وخسائر في المليارات في الاقتصاد، والناس افتقرت والمحلات اتقفلت والشركات وكمامات ولقاحات، وهذا صح وهذا غلط وهذا فاسد وهذا فاشل، كله بسببكم، ثم تلقون بهذا الوسخ على المسلمين، ويأتي العلمان العربي ويلقي بهذا وين يا عم، وين المسلمين عن الأدوية، بينما العلماء في الغرب يخترعون لقاح كورونا. وعلى فكرة اللي اخترع لقاح كورونا مسلم هو وزوجته، يعني كمان، يعني سبحان الله. هنا أيضا آخر خبر معنا، عشان الناس اللي ممكن تعتقد أنه إحنا بنلصق هذه المسألة بهؤلاء، في مركز خاص بالسيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا تقريبا هو المركز الرئيسي للأمور الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، عامل زي وزارة الصحة كده، يعني هذا هو يعتبر وزارة الصحة CDC. أرسل إلي أحد الإخوة رابطا من هذا الموقع الرسمي لهؤلاء، وأنا أعتقد كل هذه الأشياء الآن بدأوا يمسحوها من المواقع، مواقع الصحة والطب بدأوا يمسحوا منها هذه المعلومات الخطيرة التي تقول إن انتشار فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز أكبر بكثير بين الشواذ جنسيا عندما يمارس الرجل مع الرجل الجنس. هذا كلامهم، يقولون في هذا الكلام، وأنا هكبر لكم الشاشة عشان الناس اللي إيه زي حالاتي كده بيلبسوا نظارة ومحتاجين حد يكبر لهم الشاشة زي حالاتي. بصوا كده يا جماعة، بيقول لك إنه هذه العدوى تنتشر بشكل كبير بين الأشخاص الذين يمارسون الجنس رجل مع رجل. يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال إنه واحد أهو أخلي لكم بترجمة بالعربي، يقولون إن الرجال الذين يمارسون الجنس مع بعضهم البعض، واحد من كل 6 ممكن يصابوا بمرض الإيدز أهو. HIV infection among MSM is 1 in 6. واحد من كل 6 معرضون للإصابة بمرض الإيدز، بينما الأشخاص العاديين رجل مع يعني شوف يا جماعة، الأشخاص العاديين اللي هم يعني لو كان الأشخاص دول رجل وامرأة وكذا، 1 في كل 524. وكذلك هنا النساء 501 أهو، 1 في كل 253. هذا كلام خطير، هذا يدل على أن مصدر هذه الأشياء انتشار الفواحش كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أوثق لكم مرة أخرى هذه التغريدات، هذه التغريدات تذكرنا ببداية أحداث كورونا، والناس كانت نايمة وكان يقول لك الصين إصابة إصابتين، الناس بتقع في الشوارع. لسه الأمر الآن في بدايته، نحن نتحدث عن البداية، نتحدث عن البداية فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا العربية والإسلامية وجميع المسلمين حول العالم من هذه الأمراض والفيروسات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والله يا جماعة ما عدنا نتحمل، لا نتحمل أي أحداث أخرى جديدة، والله ما نتحمل يا جماعة. إحنا بنقول أهو بدأنا نفتك من كورونا، طلع لنا موضوع جدري القرود، وهذا موضوع خطير وجدي، لا نريد أن نضحك على أنفسنا ونقول لا، هذا خطير جدا. وطالما أن هؤلاء اهتموا به وأعلنوا عنه بهذه الصورة ونشروا هذه البيانات، فاعلموا أن الأمر جد خطير. فقط الدعاء ثم الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تخيب كل التوقعات بانتشاره حول العالم، وأن يبقى بين هؤلاء القوم، لأنه هو يقال أنه ينتشر فقط بالالتصاق التام، ومش عارف يقصد الالتصاق يعني الجنس، ما بعرف، الله أعلم. نسأل الله السلامة والعافية، انتبهوا على أنفسكم، انتبهوا على أولادكم، انتبهوا واسمعوا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعدوا عن الفواحش والمنكرات، يا من ابتليت بهذا الشيء تب إلى الله وعد إلى رشدك،
يا من تدعمون هذا الشيء، والله أنتم تدعمون خراب العالم وفناء هذا العالم وقيام الساعة والوصول إلى شرار الخلق، والله ما أنتم إلا تريدون قطع نسل الإنسانية، وهذا لن يحدث بإذن الله هكذا بسهولة طول ما في ناس مستقيمين وفي ناس بيدفعوا عن الفطرة السليمة، لن يكون هذا الأمر. أرجو أن تحذروا أيضا الجميع، إذا انتشر هذا الشيء فهو ليس من المسلمين ولا علاقة للمسلمين به، وكل جاي من عند هؤلاء القوم ويلقون علينا هذا النتن وهذا الوسخ الذي يخرج من بينهم بسبب تفشي الفواحش والمنكرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.